انا اي لك شهر بطيح تجي ثوبك يا كذا لا انت اللي تكويه ولا انت اللي روح حط بالثاني لكن تقول يتكرفط حلو كملت سنتين وتخرجت بنسبة 95 واضح والله واضحة واضح انك 95 تحت الصفر والله 95 بس ادري 95 اسمع لا والله يا اخي يا حلو ايام الثانوية الحين نظام مدرسة انت في الرياض يعني ولا هي لا في الرياض في الرياض الحين ما جيت ايام مدارس يعني الثانوية يمكن قدم كبار متوسط ابتدائي إذا غبت يكلمونا يرسلون رسالة يرسلون رسالة إن ابنكم غايب ما جاء اليوم لا أنت لا لا حنا لا ليه؟ من البداية للنهاية ذمتك؟ إي والله ما يرسلون؟ ما يرسلون ليه؟ احنا نحن في مناطق كذا أها عرفت يعني حتى أنت ما يمديك تكتب مصيود حتى لو طلعت بيشوفون مصيود أنت ودين يوم حصار عايشين الذل خايفين خايفون اي عايشين الذل يا ولد من تعرف يعني المجموعه اللي معك جروب اللي معك يعيشون نفس الذل انتم يعني بطرانين يعني فلاه وزحفين فلاكن نفس الوقت عايشين الذل ذل يا ولد من الشيبان يمدوكم مد مو صاحي ومد يا ولد مد الشيبان ايام ابتدائي عايشين في مدرسي هو يبي صالحك بس نفس الوقت يسوق عليك بالضبط يفتح يدك يخبطك هنا عشر هنا عشر يا ليل اللي مرة كنا نطلع من المدرسة وحنا قدنا خلاص بنطلع الباب قدامنا الوكيل ورانا ولد من الغباء المفروض ان ننحاش حنا من الغباء الزايد كلنا لفينا نظرنا فيه عرفنا كل بونا تتاتا ما نقدر ننحاش يوم جاء الصلاة الظهر ويصفنا كذا قدام الطلاب 15 هنا و 15 هنا بلي يا الاحمر عرفت اللي يقول كذا طم اقسم بالله قدام المدرسه ما انساها والله ما انساها اللي يجوي اللي يقول كذا اقسم بالله اني محطنا تمحيط قدام الطلاب كلهم اني ما انسى ذاك اليوم المدرس جاب لي غاز جاب لي غاز الحين ابليس الصغير الدقيق كذا اللي يخليك تنفط وين ضرب واحد من العيال ضربها العرق اعوذ بالله بس انه تعرف كيف ذا المدرس؟ بغى يروح فيها الطالب يا ولد قعد له ثلاث شهور وشهرين تخرجنا ما ضرب طالب ما ضرب طالب في نفس الوقت الطالب ذا درس سبحان الله وده يجي وده ما يجي وده فوفق والله درس جاه ابوه يا اخي ونفس الوقت ابوه يعني فاهم الامور يجي المدرس ومتعمدها بس يبي يعلمه انه شوف اللي تسويه يعني ما هو شوف إيه؟ انا مع ضرب مدرس لكن بحدود مو بتعزير مو بضرب حقد اوكي تبي تعلمه تبي تأدبه بس اضرب عاقب عقاب بشكل انا مع وسيله العقاب للاطفال لكن بعقاب ينفهم للطفل مو بكل شيء ضرب واساءه شوف طبعا الضرب مو بزين والله اني عافه تضرب لك اطفال اسمع طلع الضربه اللي يجي وراء الكف